محتاجاك وعيني قلبي وفكرة. يا صباح الخير. يا صباح الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. شكلك كده عايزة تقولي حاجة. هتعمل ايه في موضوع نعيمة؟ زينب، موضوع نعيمة مش في يدي. لا يا مروان، موضوع نعيمة في ايدك. انت ممكن تكلم حسن وتقوله نسلمها للبوليس والقانون ياخد مجراه. انا كلمته. طب تعالى نقعد نحكي. تعالي يا زينب. كلمته باي طريقه؟ كلمته زي ما بتكلمني كده وقلت له خلاص يا حسن اهدى وننسى اللي فات وسلم الست للبوليس والقانون ياخد مجراه؟ مقدرش اقولك ده. اللي مات ولده واللي قتله في يده اقول انا ايه يعني؟ يا حبيبي. ايوه خلينا في حبيبي دي، انا بحب اسمعها على طول. انت عارف ان انت حته من قلبي مش كده؟ وانت عقلي وقلبي وحته مني. يبقى هتسمع كلامي. على عيني والله يا زينب، بس في حاجات كتيره قوي انا ما اقدرش اعمل فيها حاجه. يبقى انت كده مش بتحب حسن. مين قالك ده؟ ايوه يا مروان، انت لو بتحبه هتنصحه وتقول له ما ينفعش يعمل اي حاجه في نعيمه، يا اما هيبقى قاتل زيه زيها. مروان انت لازم تهديه وتنصحه، قول له خلاص سلمها للبوليس والقانون ياخد مجراه ونخلص. حاضر. في حاجه تاني؟ ايوه، عاوزك تدخل تطمن على مامتك، شكلها تعبانه ومش عاجباني. تعبانه كيف يعني؟ من امبارح ما نزلتش واكلتها ضعيفه جدا وصحتها مش عاجباني. انا عاوزك تاخد بالك منها شويه. معلش. حاضر. عاوزة حاجة تاني؟ أيوة عاوزة. إيه؟ طلباتك كتر الجوي يا أم نوح. إيه أم نوح دي؟ على فكرة أنا اسمي زينب. إيه؟ أم نوح دي قفشة؟ لا بس بحس إنه كده بتكبرني كأني عجوزة 100 سنة. ربنا يديكي طول العمر وتعيشي 100 سنة. عشان أبقى عجوزة كركوبة كده ومتسندة على عكاز؟ مين قالك ده؟ دي أنت هتبقي زي القمر. آه والله. هي يبقى هتسمع كلام. حاضر يا زينب. ربنا يخليك يا حبيبي. ويخليكي. أشوفك بخير. اهلا اهلا. عملت ايه؟ لفيت ورا البلد كلها ما اغفلش عن عيني ثانيه. ايوه عرفت مكانها يعني ولا معرفتش؟ معرفتش. بس ايه؟ هو انا هسيبه؟ انا هفضل وراه لحد ما اجيب قراره. ايه واقفه بتفكري يعني؟ عايزين اي حاجه كده تزيت الركب وانت مسح زور. لما تجيب لي الخبر الاول ابقى اديك اللي انت عايزه. لا ما ينفعش. لا لا ده الموضوع محتاج مجهود. ده أنا ماشي وراه زي الددبان، محتاج برضه أكل لي أكلة حلوة. إيه أشرب لي كوباية عصير، حجرين شيشة مع كوباية شاي. الموضوع مكلف يعني مش زي ما أنت متخيلة. خلص الموضوع. لما تجيب لي اللي أنا عايزاه هبقى أديك اللي أنت عايزه، غير كده مالكش حاجة عندي. خلاص. أنا ليا طلب تاني. اللي هو؟ تحنيني قلب فوزية عليا. بصراحة أنا غلطت. وإذا كان على البت اللي اسمها سامية دي أنا هطلقها. بت زنانة وناقصة معفنة. وأنا هرجع ختم في صباحها، واللي تقولي عليه أنا هعمله. اللي أقول عليه هتعمله؟ آه. انسى فوزية محروس. لا أنسى مين؟ دي حتة السكر اللي في حياتي. أنتوا ليه يا جماعة مش مصدقيني ومش حاسين بيا؟ هو أنتوا فاكرين أنا ما عنديش قلب؟ والله العظيم أنا بحبها، والله بحبها. وبعدين الغلط وارد يا ريتال. وبعدين أنتِ عارفة كويس قوي إن أنا قلبي أبيض. اه انا عارفه ان انت قلبك ابيض. سلام. ده انت وجبريه فوله واتقسمت نصين. لا جبريه ده جبريه يمكن يكون عندها شويه، انما انت اعوذ بالله اسفخس.
مفيدة. في ايه بنت مالك؟ مالكيش صالح بيا. هو ايه اللي ماليش صالح بيكي؟ في ايه مال؟ ماليش، تعبانة. ايه حتى دي كمان ماليش حق فيها. تعبانة مالك يعني؟ عندك ايه؟ عندي اللي عندي، مالكيش صالح بيا. طب تعالي عايزاكي. انا مش عاوزة اتكلم مع حد، سيبيني في حالي. مش هسيبك في حالك يا مفيدة، تعالي قولي لي فيكي ايه. اقعدي. مالك يا مفيدة؟ في ايه؟ حسن مش في البيت وبيتعالي شوفي عبد الحكيم في اي وقت. يا بنت مالك فيكي ايه؟ ما تقولي. انا حامل. ايه؟ حامل؟ حامل من مين؟ الله يحرقك. بن فتحي في الشهر الثاني. انا ما كنتش اعرف. انا حسيت اني تعبانه، رحت المستشفى. ما خطرش في بالي ابدا ان اكون حامل منه ابدا. انا مش عايزاه يرتال. انا قلت ان الدكتور ينزل وما رضيش. قولي لي اعمل ايه؟ تعملي ايه في ايه؟ والله ما انا عارفه. هي الدنيا مالها فيها ايه؟ كل ما تتحلى ترجع تتعقد تاني وتجيب عليها وطيها. طب قولي لفتحي. لا اوعي تعملي كده. انا مش عايزه فتحي يعرف حاجه. انا مش عايزه العيل ده. انا مش هينفع ادخل بيت عبد الحكيم ولا هينفع ارجع تاني لفتحي. هتعملي ايه يعني؟ هتنزليه؟ اوعي تعملي كده يا مفيده. فتحي لو عرف هتبقى مصيبه وممكن يوديكي في 60 داهيه. كلمي فتحي. انا متاكده ان هو هيلاقي حل. وانا يا ستي من ناحيتي مش هجيب سيره لاي مخلوق. قولي لي بس انت دلوقتي قاعده فين؟ قاعده في الشارع ولا قد رزقي؟ ربنا ما بينساش حد. امسكي دول. انت في الاخر اللي بتتصدقي علي؟ مش مني يا مفيده، من عبد الحكيم ابنك. عامل ايه؟ امسكي الاول. زين جوي 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 يا مفيدة. بس عيل تفس كده وفراك. أقولك على حاجة، ده ما بيحللوش العياط إلا وأنا نايمة في سبع نوم. كل شوية بقى بعض أشتمه بيكي. خدي بالك منه. ده يلاقيش عليه. في عيني والله. آه مخنوقة، قلت أجي أقعد معاكي شوي. تنوري يا عمتي. يا سلام على كوباية شاي من إيديكي حلوة كده. طب ما تاكلي الاول، انا عامله الشلولو اللي بتحبيه. لا ما عاوزاش اكل. امال فتحي فين؟ طلع مع مروان. اه قولي لي عامل معاك ايه؟ تعادل ولا لسه عاوج؟ زي المثل ما بيقول، ما يتحنجلش على الطبليه غير الصحن العوج. لا معدول.